بنات السلام عليكم، لاباس عليكم؟ نتوما على خير. غادي نوريكم واحد الاكله هنايا تتكون شتويه ديال البرد. جينا عند واحد الصديقه عندها لدارها ولقيتها باديه الكسكسو بالفصه، تيسميوه قولي عليه بوفنوزن. بوفنوزن بوفنوزن. دابا راه دارت الكسكسو، شنو درتي الطريقه لولا؟ الاولى تديري بحال الا بغيتي ديري نيت كسكسو وتعاوديه المره الثانيه، والثالثه تديري هذا ديال الفصه والكزبر والبصله. البصله خضريه ديال الحريف. البصله خضريه، واللي شلوح راه غادي نعرفوا بان الحريف، وحنايا بالعربيه تنقولوا لها البصله خضريه. قطعت الفصه قلعتها من الجنان، غسلاتها خلاتها حتى نشفات وقصاتها. بعد ما قصاتها قصات المعدنوس، دارت غير المعدنوس ما دارش القزبور. لا ماشي القزبور، القزبور انا تلفت، دارت القزبور وما دارش المعدنوس. ما تدارش فيها المعدنوس، دارت القزبور ودارت هذه البصله خضريه الحريف، قطعتها قصاته حتى هو. انا غادي نوريكم الشكل ديالو. ومن بعد دابا درتو التفويره الاولى، سقيتيه بالماء ياك لولا؟ سقيتو دابا الثانيه الثالثه غندير فيه داكشي صافي. سقاتو بالماء ورداتو فار بحال كسكسو عادي غير بوحدو. من بعد جري لي على البنه هذا الفصه، حيدي هذا القصريوج وجري لي الفصه. ها هي الفصه، هي هذه درتها هكا قصاتها هكايا، وهذا خلطات هنايا القزبر والبصله ما هي خلطاتهم هنايا. دابا درت التفويره الاولى، رشاتو بالماء ورطاتو تي التفويره الثانيه. دابا دابا الثالثه غادي نوريهم الطريقه. دابا رشاتو عاوتاني بالماء ودرتي ليه الملح الكسكسو ولا مازال باقي حتى التفويره الثالثه؟ نوريهم كيفاش. حتى الاخرى ونولي نعاود نكمل معكم المراحل. البنات ها هي ولات عاودات التعويذه الثالثه هذه ياك. التعويذه الثالثه دارت ليه الملحه، ترشو بالماء بارد بحال الكسكسو. هاي تزيد شويه د الملح، بوفنوسن بالشلحه هاد الكلمه. حنايا بالعربيه تنديروه بالبقوله، تيقولوا ليها الطرنه. العربية كل واحد اللهجه ديالتو كيفاش يهضر. هاي دابا تتخلط مع البصه. البصه كاينه عندها لبنه ماشي على طول العام، غير واحد الوقت في العام ياك في الشتاء. انت تكون الا ما كانتش هذه البصه تيديروا الناس غير هذا البصله الحريف والقزبر صافي، بلاصه البصله هاد البصه كديري غير البصله الحريف والقزبر وديري ليه العطريه وتيكون زوين. الا ما كايناش البصه هنا راه ماكله ماشي ضروري زعما البصه. ها البصله ديال هذا ديك الخضريه والقزبر تكون كثيره شويه وتخلطيها مع السكسو الا شاط لك كاع نهار الجمعه. الا شاط لك بحال هكا وما بغيتيش تضيعيه كتهزي هذيك كتقطعيها وتزيديها معاه وديري لها العطريه وتزيدي تفوريها تطيب وتحطيها. هاد الاكلات بلديين زوينين، خصوصا دابا راه البرد، خصوصا حنا عندنا هنا في ورزازات راه كاين البرد بزاف. برا الاخر ديال شهر واحد عرفتي المود ديال البرد كاين. هذه ماكله سخونه وزوينه كتجي لذيذه، انا فايته واكلاها ولكن انا ما صايبتهاش، ما تنعرفش نصايبها. دابا انا جيت على غفله هنايا عند اختي لبنى، لقيتها مجداه وقلت لها نصور معكم. هذه الطريقه ديالهم. هي دابا درت القزبور والبصله الخضريه. شوف الناس نقصوا غير على حساب العطريه باش تدخل. باش تدخل تلقص حق درنا حنا كثير.
يكونوا قد يكونوا قد قد ماشي مهم. المهم انت كاع عندك غير شويه تديري شويه، كل واحد يدير القياس. جات فيه بصه بزاف اللي تيجي واحد كيد مزيد خصو يكون بصه غالبه على الكسكسو. الكسكسو غالبه على الكسكسو، راه يمكن لي واقيلا يتصايب حتى بديك الكسكسو الاحمر. دابا هي دير التوابل، كنديرو حنا بهذا. هي دارت الفلفله حاره السودانيه زعما، كنديرو بواحد الطريقه كنديرو الزعتر وازيري. لا ما عندهاش بلاش الزعتر وازير، راه مدقوقين التوابل كلها تكون مدقوقه والاعشاب. هذاك الابزار هذا الخرقوم بلدي، انا حيت ما تنستعملش هذاك ديالها حتى انا ما تنستعملش، نقولها لهم تنقولهم انا راه هذاك راه ما يكونش عندي. يلا درتو في الكرداس اللي فاش درتو هذا الكمون، هذا الكمون دابا تتكثروا فيه الكمون، حتى هادشي ديال البقوليه تيبغي الكمون. زيد يا ابتسام الكمون بلدي اللي كيف دابا تتخلط هاد التوابل، تتخلطهم مع الكسكسو. هادي العدس هذا غير مع الكمون الاخر، الكمون بلدي. لا المهم راه اللي كاين غير زعما نزيدو شويه وصح، نزيدو شويه الملح غير على حسب. هنا الناس ديال ورسازات الجنوب كامل تيستغلوا هاد الوقت باش تيكون في هاد الوقيته، فاش تكون هاديك الفصه يلاه منبته في الجنان تكون باقا جديده، ما تكونش قصاح حتى تكون باقا رطبه فيها، باش يصايبوا بها هكا الكسكسو. حنا عندنا تما تنصايبوها، ما عندناش هاد الفصه يلاه دابا راه ولاو يزرعوها ما تعرفوا ليهاش. تيديروا البقوله، تيديروا لها بحال هكا، ولكن ماشي هاد الطريقه اللي شفت انا. حنا تنديروا الكسكسو التحميره، ها هي حنا تنديروها تطيب البقوله هي الاولى، وهذا هكا غادي تجي الكسكسو غادي يجي زوين، غادي يشرب لك داك الفيتامين ديال الفصه غادي يشربهم الكسكسو. الطريقه عجبتني انا. انا كنت سمعت الدكتور ديال هذا، كانت اتصلت بواحد السيده من في الراديو من الرشيديه وقالتها ليه، قال ليها راها صحيه، قال ليها هذيك. دابا ها هي بعد ما خلطاتها الفصه والبصله خضريه والقزبر والتوابل، دابا تديرها في الكسكاس. ما تيديروش فيها سكنجبير، التوابل كامله ديريهم الا سكنجبير والقرفه، ما تيداروش. دابا غادي ديرها تردها تفور ونعاود شويه طياب صافي، ساعه نحطوها ونديروا ليها زيت العود من الفوق ونحركوها صافي وناكلوها. انا غادي نكمل معهم المراحل ان شاء الله. هو فارت دار طابت زعما الفصو الكسكسو، شتي كيتبدل اللون ديال الكسكسو حك شرب ديك الفيتامين ديال الفصا وداك ولا ملون السكر مبيض ولا احمر. دابا راه درت ليه زيت العود، دابا زيت الزيتون. تزيدي له البنه شي حاجه ولا والو؟ صافي دابا غير زيت العود صافي، زيت العود صافي ويتسكن. دابا حركتيه كله صافي، الا خاصه زيت العود راه تزيديه. اللي بغى يزيد عاوتاني زيت العود قدامو يزيد، والحار حتى هو اللي بغى يزيد. فين درت فيه السودانيه؟ درت فيه اللي تيحطو شويه ديال سميتو ديال الحار قدامهم، واللي بقى تيولي عاود يزيد. نتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا، تشوفوا راه انا غادي نقول لكم الوضع كي داير مره اخرى ان شاء الله نصايبوها ثاني. دابا البنات هو هذا فنوزن، بوفنوزن بالشلحه، بوفنوزن هذا هو دابا طاب صافي، دابا جاهز للاكل.
نتمنى تعجبكم هاد الاكله اللي قريبه ليها الفصه، ولكن الناس ديال الجنوب ديال هنايا حيت هاد الفصه تنوض هنا في الجنوب، ما كايناش عندنا حنا، كاينه فصه صحراويه سميتها، وتتكون لذيذه ماشي بحال هذيك الاخرى. بالسلامه عليكم، حتى فيديو واحد اخر جديد ان شاء الله.